السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء دافئة معتدلة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. وأيضا أعزائي المشاهدين، درجات الحرارة الصغرى المسجلة لهذا اليوم تفاوتت ما بين 11 إلى 19 درجة مئوية. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء غامة جزئيا ومعتدلة والرياح جنوبية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 25 درجة مئوية، رطوبة النسبية 43%، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو. بالنسبة للطقس المتوقع الليلة، أجواءنا باردة إلى تميل إلى البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ونشاطها راح يكون ملحوظ خاصة على البحر والمناطق الساحلية. أعزائي المشاهدين، لذا ننصح مرتادي البحر انهم يديرون بالهم اثناء وتاجيل اي نشاط بحري خلال 24 ساعه القادمه. درجات الحراره متوقع في منتصف هذه الليله مدينه الكويت 17 درجه مئويه، زرنا الشماليه وربو بابيان وفيلتشا ما بين 16 الى 19 درجه مئويه. في مساء الغد اجوانا تميل الى البروده خلال فتره النهار، معتدله وانخفاض ملحوظ في درجات الحراره مع استمرار الرياح الشماليه الغربيه خفيفه الى معتدله السرعه، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 12 إلى 35 كيلومتر ساعة. ودرجات الحرارة العظمى متوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 23 درجة مئوية، زرنا الشمالية وأربو بابيان وفيلتشا ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الغربية من دولة الكويت، سالم الشقاية قد تصل إلى 21 درجة مئوية. الأجواء البحرية إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام يعلو أحياناً. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي، مدينة الكويت موعد أذان الفجر في الساعة 5:07، موعد شروق الشمس في الساعة 6:30، أما غروب الشمس في الساعة 4:50. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله، أجواء تميل إلى الدفء ومعتدلة خلال فترة النهار، ولكن باردة إلى مائلة البرودة ليلا مع استمرار الرياح الشمالية الغربية. متوقع انخفاض ملحوظ أعزائي المشاهدين خلال الأيام المقبلة ما دون المعدل الطبيعي إلى 3 و4 درجات مئوية، العظمى المتوقعة ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 10 إلى 14 درجة مئوية، ولكن متوقع أن تقل عن ذلك خاصة في المناطق الصحراوية والزراعية من دولة الكويت. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية. شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.